مستني. انت طيب يا بابا؟ بكره العيد. انت طيب يا اخويا؟ مالك يا بابا حاسك مش فرحان كده؟ ما انت طبعا مش هتدفع عيدية، بالعكس انت فالح تلم بس. وهات العيدية يا بابا، كل سنة انت طيب يا بابا. انا اذا كان كل ما اقرب منك يا بابا تقولي ده عيد لحمة مش عيد فلوس. طب اتفضل يلا ندخل ننام عشان نلحق النوم بدري ونصلي العيد. لا اتفضل انت يا بابا ادخل نام، انا قاعد مستني شوية ناس صحابي كده هنسهر للصبح. الله، هو انا طرطور؟ ليه بتقول كده يا بابا؟ لا قول ما تتكسفش، شايفني مركب دلو وبهز فيه؟ لا بصراحة مش شايف حضرتك قاعد. قوم كده يا بابا ثانية واحدة بس اشوفه بقى وارجع اقعد على طول. لا انا هوريك حاجة تانية دلوقتي. هو انت قلت لي انك هتجيب صحابك؟ وبعدين الساعة 12 دلوقتي هنسهروا فين؟ اصحابك دول ما بيعرفوش حاجة اسمها خصوصية بيت وان في ناس عاوزة تنام. ما انا لو كنت قلت لك يا بابا ما كنتش هترضى، يعني تقعدنا زي كل مرة. وبعدين يا بابا احنا هنسهر شوية صغيرين يعني بس ساعة واحدة. ساعة واحدة؟ او ربنا. خلاص يبقى ندخل ننام. طب اقول لهم ايه انا دول دلوقتي؟ بص انا هخترع اي حجه بقى وخلاص. يا صاحبي انا خياطي بنت وداية توفي ست. لا خلاص ما تجيش بقى مصطفى، يعني ابويا تعب شويه فبطنه اتنفخت كده وهنوديه المستشفى. هيوي دوا ايه؟ طب استنى انا هديت يطم دوتوي صاطي ددا بتاع انف واذن. مصطفى مفيش ثغره، لان بقى على بقاش لو اقول لهم. اصحى انا صلاة العيد فاضل عليها 3 دقايق. اجري يا بابا. كل سنة وانتم طيبين يا ولاد وعيد سعيد عليكم. كل سنة طيبة يا حاجة. الله صحيح يا واد يوسف، انا ما شفتكش يعني في الصلاة، انت كنت بتصلي فين؟ الأدم بيلف ورا البنات يا حاج، بس انا عارفاه. اه صح يا بابا يوسف بيعمل كده. لا يا بابا ما تصدقوش، انا كنت بصلي جنبك يا بابا بأمارة، لما الإمام جه يقول التكبيرة التانية بتاعت صلاة العيد رحت حضرتك ركعت. لا ظلمناه يا حاجة، فعلا كان بيصلي هناك. افتح الباب شكل كده الجزار جه. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. وانت طيب يا معلم احسان. احسان ده المفروض يسموه درغام عنتر، لكن احسان. بابا 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 انا عاوز اشوف هو بيذبح الخروف يا بابا. حاضر يا حبيبي خليك تشوف. الا فين بقى يا باشا الديناصور اللي انتوا عايزين تضحوا بيه؟ لا لا ديناصور، احنا ناس غلابه على قدنا، احنا الحمد لله ربنا رزقنا بفرخه كده، انما ايه 4 كيلو. ايه ده انتوا جايبيننا عشان تضحوا بفرخه؟ لا ببيض الفرخه. خالد عليك، لا انا بهزر معاك، ده نتعشى بيها. وانا قاعد بكلمك ليه يا معلم احسن؟ ساعه في التليفون بقول لك عندنا خروف وعاوزين نذبحه. اه صحيح لا مؤاخذه، بس يا باشا نسيت، قول لي بقى فين الخروف؟ قاعد قدامك. توكلنا على الله، حلال الله اكبر. في ايه يا عم انت يا بابا؟ الحق الراجل ده. خلاص يا معلم احسن انا بهزر معاك، هتلاقي الخروف جوه في الحمام، ادخل كده سمي الله واذبحه. ايه؟ اذبحه؟ انتوا ما عندكوش قلب ولا رحمه ولا ايه؟ امال احنا جايبينك ليه؟ هتعلمه بقى ليه؟ هو عمل لكم ايه بس الخروف الغلبان ده؟ ذنبه وتهمته ايه الخروف ده؟ مسكناه متلبس في قضيه سرقه. بالظبط كده. ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم احسان؟ هنضحي زي بقيه الناس يعني. الا خروف منحرف صحيح. طب يلا بقى كده يا اخوانا جهزوا لنا شويه ميه سخنه على السريع. انت داخل تولده؟ لا بس انا عاوز استغسل عشان افوه بس كده واذبحه لك ذبحه عمره ما اتذبحها قبل كده. اه فعلا لازم اكيد بقى على الموضوع ده، انا مش عاوز الخروف بتاعنا يشتكي من الذبحه اللي اتذبحها المره اللي فاتت كانت اجمل. هو بيتذبح كام مره يا عم انت؟ انت هبان عليك كده مش جزار، انت نجار؟ بالصلاه على النبي بس كده انا عاوز حد يجي يمسك معايا. خد يوسف هو يمسك معاك. لا انا لا. بس خلاص خليكم زي ما انتوا، انا هم بالمهمه دي لوحدي. وفي الراجل ده اخر ليه جوه كل ده؟ اكيد بيقطعها يا بابا، مش حضرتك قلت له يعمل كده؟ تم الغدر بنجاح يا باشا، غفلتولك كده ورحت بص معبيها له، قطعتولك على حته كامله. بس انا مستغرب يا باشا، هو الخروف ده اجنبي استكولاندي باين صح؟ طب استاذن انا كل سنه طيبين وعيد سعيد عليكم. متشكرين يا معلم احسان تعبناك معانا. يوسف قوم ادخل بقى كده على الحمام كيس اللحمه ووزعها على باقي الناس، بس اوعى تنسى حد. حاضر يا بابا. الحمد لله. ايه ده؟ الحق يا بابا ده ذبح الفرخه. كل
سنة وانت طيب يا حاج، وعيد سعيد عليك. وانت طيب وبصحة وسلامة. قولي ايه اخبار ولادك؟ اطلع يا اوفو سلم على خالك جه بره. لا يا ماما، عشان هو مش بيدينا اي عادية خالص. عيب يا اوفو كده، روح سلم عليه ممكن يديك المرة دي. حاضر يا ماما هروح. ازيك يا خالد؟ عامل ايه واد يوسف يا حبيبي؟ كل سنه وانت طيب. هتديني عاديه ولا ادخل اكمل لعب؟ بعيدا عن ان هي اجابه غلط اصلا، بس ماشي يا حبيبي، كل سنه وانت طيب برضه. خد العاديه بتاعتك، ايه مش خساره فيك. ايه دي 10 جنيه؟ انت اللي قدك ب 200. القبض نزل بدري يا ابني بقى وقرب يخلص زي ما انت عارف يا اوفا يا حبيبي. زي ما انا قلت عليك لمون بالظبط. لا لا كفايه بقى، انا اكمليت مدح يا اوفا يا حبيبي، دي هبات ربانيه. قلت لها انك نتن وجلده وجيبك مخروم ومش تديني عاديه كويسه. ودي اوف ايه ده؟ بلاش قله ادب، ده خالك وليه احترام. تشكر يا جوز اختي. طب ايه رايك بقى يا اوفا؟ الالف جنيه دي كلها العاديه بتاعتك، خد. كل ده ليا انا يا خالو؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. منور يا شحات، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا شعبنا يا حبيب قلبي. ازيك يا عم شحات؟ ازيك يا اوفا يا حبيبي؟ استنى خد عاديتك، كل سنه وانت طيب. امسك. لا شكرا يا عم شحات، اخليها لك، انا بقيت غني ومعايا فلوس كتيره. اديها ليوسف اخويا هو غلبان. خد يا حاج، اديها ليوسف عاديته بقى ومن نصيبه. ليوسف وماله؟ ده احنا الاثنين واحد. طيب استاذن انا بقى علشان لسه هنف عن العينه كلها واصحابنا كلهم. مع السلامه. طيب مع السلامه يا شحاته. بقول لك ايه يا حاج؟ اتفضل يا حاج. هو مش زعيد برضه؟ متخرجنا كده وتفسحنا. وماله؟ طيب بقى بس معلش يا حاج، احنا تعبانين بقى دلوقتي، جايين من الصلاه بقى وبتاع، ندخل ننام دلوقتي واول ما نصحى نروح اي مكان انتوا عاوزينه طبعا. امال؟ يلا صباح الخير. الحمد لله الساعة بقت 10 بالليل دلوقتي، راحت عليهم نومة ومش هيخرجوا. يا دي كانت خروجة جامدة أوي يا ماما. بقعد لها كل يوم يا ماما. إيه ده؟ أنتوا كنتوا جايين منين ولا إيه اللي بيحصل؟ أنتوا كنتوا فين يا حاج؟ فضلنا نصحي فيك وأنت مش عاوز تقوم، فنزلت وخدت العيال واشترينا كل حاجة نفسنا فيها بالفلوس اللي في المحفظة بتاعتك. إيه؟ انت اخدت فلوسين في المحفظه؟ انا كنت عارفه ان هي مش هتكفي، فعملت حسابي واخدت الفيزا بتاعتك وسحبنا كل الفلوس اللي فيها واتبسطنا. ايه؟ ايه انت؟ انت كل ده انت بتهزر؟ صفرت الكاميرا بتقول اخلص. بلاش قله ادب. عايز ايه يا كابتن؟ شرب. هتهزر. ها؟ لو راح فين؟